يلا. مساء الخير على حضراتكم جميعا وليلة عيد. مرت أيام شهر رمضان المبارك وجات أيام عيد الفطر المبارك، أيام كريمة أيضا بنسعد فيها باللقاء مع حضراتكم من خلال سهرة إن شاء الله تحوز على إعجابكم، وبيسعدني أن تكون معي في هذه السهرة زميلتي العزيزة عواطف أبو السعود. مساء الخير يا عواطف، وكل سنة وانت طيب. وانت طيب يا خالد، برحب بيك وبرحب بكل السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. سنة سعيدة على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم دايما بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانت طيب يا خالد. كل سنة طيبة عواطف، وطبعا بعيد تهنئتي لكل السادة المشاهدين للأمة المصرية والعربية والإسلامية. ويمكن بدأنا بداية جميلة جدا بليلة عيد وفرقة موسيقية ومطرب جميل حسام جلال، بنشكره هو والفرقة الموسيقية. ومعانا النهاردة ضيف عزيز علينا وفنان، نقول من الفنانين اللي بيجمع بين أكتر من لون، فنان شامل بدأ حياته في سن مبكرة جدا بحب وشغف للموسيقى. والده كان طبيب ولكن شجعه على هذه الهواية، الهواية تحولت إلى احتراف، أو بداية الاحتراف كان عام 1970. ليه أكتر من 44 فيلم عمل لهم موسيقى تصويرية، من الأفلام المشهورة جدا هنتعرض لها في أثناء هذا اللقاء. منذ عدة سنوات اتجه إلى الدراما التمثيلية من خلال الأفلام ومن خلال الدراما التلفزيونية. يمكن آخر حاجة شفناها ويمكن قبل رمضان على طول كانت حالة خاصة، كان دور جميل وهو جميل، الفنان الجميل نبيل علي ماهر. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله نسعد بلقاء جميل زي حضرتك كده. ربنا يخليك يا فندم، متشكر جدا، كل سنة وحضرتك طيب، ومتشكر على الكلام الجميل. أهلا، ربنا يخليك. طبعا الفنان نبيل علي ماهر، كل سنة وحضرتك طيب. والحقيقة إنه رمضان السنة دي كان حافل بالنسبة لك وبالأعمال الدرامية الناجحة. شفناك طبعا كطبيب نفسي بين اتنين، شفناك في دور القسيس في مسلسل المداح، أدوار طبعا مختلفة تماما، عملين مختلفين تماما. إزاي تابعت أصداء وردود الأفعال على الأعمال اللي قدمتها؟ يعني الحمد لله، طبعا انا ما كنتش متوقع ردود الافعال تبقى كويسه قوي كده، بس يعني الحمد لله. هقول ايه يعني؟ الحمد لله. طب خلينا نبدا بالمداح. الحقيقه انه المداح انا بشوف ان هو حاله خاصه، مسلسل نجح على مدار 4 سنوات تقريبا، وده يعني حاجه ما حصلتش في كتير جدا من الاعمال في السنوات الاخيره، انه مسلسل ينجح على يعني مدار اكتر من سيزن. والسنه دي كان المداح كان يعني مختلف، وكان الاداء التمثيلي فيه عالي جدا. كلمني على الاصداء بقى، وليه شايف ان المسلسل ده ناجح قوي كده؟ هو العمل طبعا بطوله الفنان الجميل والرائع حماده هلال، ومكتوب كويس قوي الاستاذ مهاب طارق، و مش كده المؤلف جميل. مهاب طارق والاخراج جميل، استاذ اظن عبد العزيز النجار برضو. فالاجواء عموما كانت لطيفه جدا، وده بينعكس على الشاشه على طول. لما بيبقى العلاقات لطيفه واللوكيشن لطيف كده وسلس، اكيد بيظهر على الشاشه. صحيح. الحب ده الثقافه المصريه بتحب تتفرج على الغيبيات، هو اكيد في ناس بتخاف جدا. انا كنت بخاف بصراحه، ساعات كنت بخاف اتفرج على المسلسل. انا يعني ملياش في الحاجات دي قوي، يعني بؤمنش قوي بالحاجات دي. بس كلمنا عن دورك، ظهرت في المسلسل كدور السيس، كلمني بقى عن اكيد كان في استعداد وفي مذاكره للدور وقرايه. لا، هو في قرايه طبعا، مفيش مذاكره قوي، لانه يعني انا اصلي من مدرسه الاقباط الابتدائيه المشتركه في الاول، فانا يعني الاساوسه كده وانا متعود عليهم من زمان وعارف يعني طريقتهم، وانهم دمتين جدا وطيبين، فالحكايه كانت مش صعبه يعني الحمد لله. والاجواء عموما بتاعت المسلسل كانت لطيفه جدا، ما كانش فيها حاجات تخوف ولا حاجات كده، الاجواء نفسها لا 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 يعني ناس كانت في لا ناس كتير في بتتفرج، ما كانش فيها حاجه تخوف. لا، عشاشه كويس يعني تخوف. عشاشه بعد ما بيتحط بقى في المونتاج، بيتحط بقى الموسيقى والتاثير الصوتي والكلام ده كله. التصوير بيبقى طبيعي ولطيف، بالعكس في اجواء لطيفه جدا. الممثل لما بيتنقل بين اكتر من دور في وقت متقارب، يعني في المداح حاليا كنت طالع بدور رجل دين مسيحي، في العمل الاخر كنت حاجة طبيب نفسي،
هل التنقل بين الادوار بالنسبه للممثل بتبقى حاله مرهقه ولا بيكون في استمتاع انك بتتنقل بين اكتر من شخصيه؟ يعني هو لسه احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما بقاش يعني في مجهود معقد يعني وادوار معقده وكده، فانا ما بيحصليش اي مشكله يعني. انا بقرا العمل وبتناقش اذا كان في حاجات معينه بتناقش مع المخرج، والحمد لله كله بيمشي سهل وسلس يعني. طيب خلينا نجيب من الاول مش من الاخر، احنا بدانا بالعمل الدراميه واتكلمنا على ادوار حضرتك، انا عاوز ابتدي من البدايه بقى، البدايه الحقيقيه بتاعت حياتك. ويمكن كنت بدردش مع حياتك قبل اللقاء وعرفت ان منذ الطفوله في ودن موسيقيه، في حب للموسيقى. الوالد كمان كان بيمارس الموسيقى كده بشكل هاوي في البيت. يعني زي ما نقول الجينات بتتحرك. البدايه كانت ازاي؟ شوف انا حضرتك، انا كطفل يعني اتكلمت في سن متاخر يعني، انا كنت بلعب مزيكا قبل ما اتكلم يعني، وانا سنتين كده كنت لسه ما بتكلمش، كلامي اتاخر جدا، بس كنت بلعب اكورديون في المدرسه، كنت بروح مدرسه الاقباط الابتدائيه المشتركه تحتيه حضانه يعني، قبل الحضانه كمان يعني، من وانا صغير قوي كانت تحت البيت يعني. فكنت كنا في الارياف، و فالموسيقى بالنسبة لي يعني أنا أوعى على نفسي بلعب مزيكا. وبعدين بقى تدرجت بقى في فريق المدرسة على طول، طول عمري في فريق المدرسة. ولما بقى دخلت الجامعة، حضرتك دخلت كلية التجارة جامعة القاهرة، هل مارست الموسيقى وأنت طالب في الجامعة في الفرق الموسيقية؟ لا أنا كنت بلعب أوريدي من بره، أنا كنت عازف مشهور قوي في الفترة دي يعني في الجامعة، أنا بلعب من وأنا عندي 16 سنة. فقبل ما أخش كنت في تانية ثانوي. كان في تشجيع بقى من الأسرة، لأنه يعني أحيانا الأسر بتتخوف من فكرة إنه يعني عندها ابن إنه يحترف الموسيقى. لا ما هو كان في تخوف طبعا من الاحتراف، بس هو ما كانوش متصورين ان انا هحترف، هم كانوا فاكرين ان هوايه. فكانوا فرحانين بيا جدا، بلعب مزيكا من وانا صغير، الموضوع عادي جدا، وانا اللي اتسرسبت بقى وشدتني الموضوع يعني. لكن بعد حضرتك ما خلصت كليه التجاره قلت بقى التحق بمعهد موسيقي تتعلم فيه اساسات الموسيقى، فكان الكونسرفاتوار. انا دخلت الكونسرفاتوار بعد ما خرجت من كليه التجاره، بس ما كملتش الحقيقه في الكونسرفتوار. ليه ما كملتش يعني بقى الكونسرفتوار حضرتك ما كملتش؟ لا ما كملتش لسببين. اولا ان انا كنت اوريدي بلعب في اياميه في السوق يعني، فكنت بقى اروح البيت الساعه 4 الصبح. وكان مطلوب مني ان انا اروح الكونسرفتوار الساعه 8 الصبح، فقعدت اعمل كده لمده سنه ونص. بس استفدت في السنه ونص دي يعني يعني هل بالضروري انه الموسيقي يكون دارس، ولا الموهبه بتاعته ممكن تغنيه عن الدراسه؟ لا هو طبعا الدراسه بتفيد وبتثقل طبعا، بس هو الدراسه مش بس في المعاهد الاكاديميه يعني. الدراسه بتقدري تاخدي من الكتب ومن الاحتكاك مع الاخرين، سوق العمل نفسه، ومن سوق العمل ومن حاجات كتير قوي يعني. العلم طلعت على موسيقات مختلفه. طبعا انا من ورا. ايه المزيكا اللي حبيتها؟ كنت ميال الاول للغربي اكتر. انا طبعا ولغايه دلوقتي بحب الغربي. الغربي انا بحب الغربي اكتر. لا انا بحب الشرقي جدا، بس الغربي سابق شويه، لانه فيها علم علوم الهارموني وكده متطوره شويه في الغربي. الشرقي لسه احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انما احنا انا متصور ان الواحد بيدرس غربي عشان يحسن من مستواه العلمي، عشان يقدر يطور الموسيقى الشرقي يعني. هو ده الهدف المقصود يعني بالدراسة الغربي، مش ان الواحد يتحول لانه يبقى غربي زيهم يعني، مش هيبقى زيهم. هم اكيد موسيقتهم هم. انما هي الحكايه مشوار لسه طويل قوي. لسه. طيب احنا طبعا انا عايزه ان شاء الله بعد ما نسمع حسام هيسمعنا على رمش عيونها، عايزه اتكلم عن دورك في بيننا اتنين، لانه برضو بقينا اتنين لان دي برضو مسلسل من المسلسلات الحلوه جدا اللي احنا شفناها في رمضان. حسام هتسمعنا؟ رجعنا مره تانية. شكرا يا حسام. رجعنا مره تانية، عايزين نتكلم بقى عن مسلسل بقينا اتنين. حضرتك قدمت دور الطبيب النفسي بالصوره الواقعيه للطبيب النفسي، لانه بيبقى فيه كتير عندنا صوره كده نمطيه عن شكل العياده بتبقى ازاي عند الطبيب النفسي، وانه صوره سلبيه للشخص اللي يعني بيلجا للطبيب النفسي في اي وقت. فكلمني بقى عن دورك في المسلسل ده وحضرته ازاي. هو اول مبدئيا العلاج النفسي
مش سبه يعني الناس مش وصمه مش وصمه ولا حاجه وكلنا محتاجين يعني صحيح. بس احنا كنا ننظر لده بشكل صحيح. مختلف بشكل سلبي زمان للاسف يعني هو نوع من القصور في المعلومات هو صحيح. هو وظيفه الحقيقه الاعلام والدراما وكده هو توعيه الناس في كل المواضيع يعني عموما اي حاجه فيها يعني سوء فهم وظيفه الدراما انها تصحح المفاهيم دي بطريقه سلسه كده من غير صحيح. تعليمات وبتاع هي دي عشان يبقى ليها فايده اهم وظيفه أكبر. للدراما يا استاذ نبيل لان الدراما هي اكتر الاشكال الاعلاميه اللي بتاثر في الناس القوى وتشكل النعمة. الدراما طبعا بالظبط طبعا يعني من ايام يوسف بيه وهبي لما كان بيتكلم على ابن الصدفه اللي هو ملوش ذنب وبتاع من سنه 40 يعني صحيح. يعني كل المواضيع محتاجه ان الناس تفهم انه يعني التوعية شيء جميل ومفيد وفي كل الأزمان فحبيت أنك تقدم الصورة دي فكرة أن أنا أقدم الطبيب النفسي بالصورة الواقعية والحقيقية للطبيب النفسي ما هو كلنا ساعات بنحتاج مساعدة من متخصصين فالدكتور النفسي بيبقى بيساعد يعني هو زي ما تقول كده حد بتقدر يتفضيله صحيح وتفتحي معاه مواضيع يمكن مش عايزة تكلم معاه مع حد تعرفيه يمكن فده شخص نيوترال يعني محايد ما تعرفيهوش ومتخصص فمن المفيد جدا الواحد يفضفض معاه ويشوف راي العلم في صحيح في زي ما بتقول عاطف يمكن حضرتك قدمت لنا الشخصيه بشكل طبيعي هل حضرتك اعتمدت على الورق بس وقرايه الورق ومذاكرته ولا برضو اتكلمت مع اكتر من طبيب نفسي في اداء المهنه واسلوب المهنه لا الحقيقه ما اتكلمتش في ناس بتعمل كده يعني انا ما كلمتش مع ما وصلتش كده يعني الموضوع بسيط يعني وسلس انا بس اتناقشت مع المخرج ولو له طلبات معينه في تقديم الشخصيه لانه ساعات بيقدموا شخصيه الطبيب النفسي بشكل ان هو نفسه محتاج علاج نفسي ايوه صحيح فساعات كده احيانا كده فبقيت حبيت اتاكد بس انه عايز يعملها بشكل جاد وطبيعي وعشان ما بقاش انا في حته وهو رؤيته في حته ثانيه تمام اهم المشاهد اللي عملتها او ليك ذكريات معاها يعني طبعا المسلسل كان فيه رانيا يوسف وشريف منير ورانيا كان عندها مشاكل في المسلسل وكانت بتيجي تحكي لك بقى في مع رانيا وشريف هم الاثنين عندهم مشاكل يعني بيتطلقوا كده او اتطلقوا فانا الدكتور النفسي بتاعهم هما الاثنين هم اصحابي بقى من زمان جدا فالموضوع كان سهل الموضوع سلس جدا جميل طيب عواطف هتاخد الجانب الدرامي شويه وفي اعمالك الدراميه والمسلسلات بس انا حابب سكه الموسيقى هروح فيها مع حضرتك لان هي بتشكل جزء كبير جدا من شخصيتك وجزء كبير من حياتك طبعا عاوز ارجع لورا شويه النشأة او الاصل من مركز الفاشن محافظه بني سويف المنيا سابقا الوالد طبيب عشته بعد كده في القاهره النشأة كان لها تاثير في دفعك انك انت بتحب الموسيقى وتتاثر بالاعمال الموسيقيه وهل تاثرت بحد معين شوف هو حضرتك الـ 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 الجينات هي الاساس انه الواحد بالزبط. بيبقى عنده جينات فنيه يعني موسيقيه وانا بابايا كان دكتور صحيح بس كان بيلعب عود ومامتي كانت ايام ما كانت في المدارس زمان كانت بترقص وتغني في فريق المدرسه وبتاع فعندها برضو نفس الجينات فانا جيناتي الفنيه موجوده من وانا طفل يعني النشأة ممكن تكون اثرت طبعا لان انا كنت في مدرسه الاقباط الابتدائيه المشتركه ودي كانت في كنيسه وتحت بيتنا صحيح فكنت بسمع ترانيم وطبعا انا في الارياف وبسمع الاذان والاغاني الدينيه والتواشيح وكده والاغاني الشعبي وبابايا بيلعب كلاسيك وبيلعب عود بيسمع مامتي بتسمع كلاسيك وبابايا بيسمع كلاسيك وبيلعب عود ومامتي بتسمع مودرن اجنبي فانا عندي الانتيك يعني اللي بيخش لي انواع مختلفه جدا واسعه جدا يعني بيئه خصبه ان حضرتك الموهبه اللي هي موجوده بالفطره انها تنمى اعتقد كده وده خلاني كمان اؤمن بانه ما فيش حاجه اسمها موسيقى جيده وموسيقى سيئه في كل انواع الموسيقى في الجيد والوحش تمام يعني حتى المهرجانات في جيد صحيح صحيح طيب حضرتك تخصصت بعد كده في الموسيقى التصويريه للافلام لدرجه ان حضرتك عامل حوالي 44 فيلم وانا ببص كده في اسماء الافلام وجدت ان مجموعه منهم تتميز باللون الكوميدي وكانوا اللي صناع الافلام الكوميدي بيلجأوا لحضرتك كتير يعني احنا شفنا عبود على الحدود وعمر وسلمى 1 و2 و3 والناظر والناظر مع علاء ولي الدين الله يرحمه ايه التشكيله دي
يعني انا ما اعرفش ايه السبب في انه انا عندي حجم الافلام الكوميديه كبير قوي. كبير فعلا. بس انا فيلمي المفضل اضحك صوره تطلع حلوه اللي هو ما كانش كوميدي يعني، فما اعرفش. يمكن انا لما الموسيقى بتاعتي كان لها صدى كويس مش بطال في الافلام الكوميديه، فابتدوا بقى صناع الافلام الكوميديه يجوا لي بكثره. انا ما مش عارف ايه السبب الحقيقه، بس هو اللي حصل كده. انا ما كنتش بنقي يعني، انا كان هي الاعمال كانت بتيجي. اول فيلم كوميدي لفت الانظار لحضرتك ايه يعني؟ اول فيلم كوميدي عملته اعتقد ان انا اول فيلم عملته على الاطلاق كان كراكيب. كراكيب. وكراكيب دي يعتبر كوميدي، بلاك كوميدي صحيح بس كوميدي. واحنا خارجين بقى من رمضان لازم نتكلم عن الفوازير، يعني انا عارفه ان حضرتك عملت الفوازير. صحيح. والفوازير دي كانت يعني فتره من الفترات مهمه جدا، كنا بنشعر انه يعني لو رمضان جه مش هينفع يجي من غير يبقى مش هيجي رمضان. بطلوها ليه والله يعني. مش عارفه مشاهده عواطف كانت في الفوازير. صحيح. صحيح. نيلدي شريهان غيره. فكلمنا عن يعني الفوازير اللي اشتغلت فيها، وكانت اعتقد عملت فوازير مع نيلدي وشريهان. نيلي وشريهان ونادين. نادين كمان. لا انا عملت فوازير كتير جدا جدا جدا، وانا ما اقدرش اعمل فوازير دلوقتي مثلا يعني. الفوازير ده عمل شق جدا جدا جدا، بياخد مجهود جبار ووقت مزنوق وكم استعراضات كتير وشغل صعب جدا يعني. مش عارف ليه بطلوها الحقيقه، غالبا الانتاج افتقر ولا ايه مش عارف. وبعدين الموسيقى التصويريه يعني، انا عارف حضرتك اشتغلت في السينما وفي المسرح والدراما. ايهما امتع بالنسبه للموسيقى التصويريه؟ لا انا السينما طبعا هي العشق على كل المستويات، كان من اول ما كمشاهد لغايه ان انا بشتغل في السينما. السينما اصلها بتؤرخ وبتفضل تبقى، الفيلم يبقى. الاعمال الدراميه بتتشاف وتتنسي ممكن لكن صحيح. الفيلم بيفضل. ليه بتعتبر اضحك الصوره تطلع حلوه افضل افلامك في الموسيقى التصويريه؟ لعده اسباب. اولا انا كان من ضمن الناس اللي انا احب اشتغل معاهم الاستاذ شريف عرف، وهو كان بيشتغل مع صديقي العزيز جدا مودي الامام، وهما كانوا منسجمين جدا مع بعض، ومودي شاطر جدا، فما كانش في اي سبب منطقي يخليه يغير مودي يعني. هو اشتغل مع مودي ومبسوطين وصحاب، وايه اللي هيخليه يجي لي؟ فانا كنت بحب، فلما جالي بقى اضحك صوره تطلع حلوه كان زي ما تقولي كده حلم بيتحقق يعني. انا بعيد قوي المنال ان شريف يسيب مودي ويجي لي، لان مودي شاطر جدا وهم اصحاب ومفيش سبب يخليه يغيره، بس اهو اللي حصل. فانا انبسطت. وبعدين الشغل مع قامات عبقريه زي الاستاذ احمد زكي. طبعا والاستاذ سناء جميل الله يرحمهم الاثنين. متعه. وكانت منى زكي وقتها. ومنى زكي وكريم عبد العزيز. وقصه عميقه جدا. وكريم عبد العزيز كان معين. لسه في اول خطواته كمان. هو منى زكي اول فيلم. منى اول فيلم. بس كانت عملت مسلسل قبل كده. وكريم اول عمل على الاطلاق. والاثنين كان واضح انهم هيبقوا حاجه يعني كبار يعني، مولودين واضح البوتنشلز يعني. مع نجوم وممثلين كبار، وغير كده كمان القصه كانت جميله قوي، بتحمل معاني عميقه. طبعا جدا جدا. ما هو انت لو دايما لو عايزه اب اغنى من باباكي او اكثر علما او اجمل شكلا او بتاع او اغنى او بتاع هتلاقي، بس ما فيش حد هيحبك قد باباكي ده. صحيح. فالفيلم بيمس معنى مظبوط جدا جدا. هو الفيلم جداً. كان رائع وممثلين وابطاله والقصه كانت جميله. لان دايما احيانا دور الاب في زحمه الحياه بينظر ليه بغير تقدير التقدير اللي يستحقه. دايما الام هي اللي واخده كل الضوء. ده تحيز يا خالد. صح ده تحيز. لا هو الاب مظلوم. فالفيلم ده كان بيرد ان الاب هو اغلى حاجه عنده بنته. ومفيش بنت هتلاقي حد يخاف عليها اكتر من باباها. طبعا. وعشان طيب. كده انا الفيلم بالنسبه لي كان مهم جدا وحاله، فاهتميت بيه جدا وكنت فرحان جدا ان انا هشتغل مع الناس اللي انا كان نفسي اشتغل معاهم دول. فالظهر طلع. هنكمل مع حضرتك ولكن هنروح ناخد استراحة كده ونسمع أغنية لطيفة. كان حضرتك ليك تصريح مهم جدا هنرجع له بعد الأغنية، وهي إن أنت سبت الموسيقى التصويرية. لقد تركت الموسيقى التصويرية خوفا على أن أصاب بذبحة. أكيد التصريح ده والتصريح ده صحيح. مظبوط. هنرجع ناخد تفاصيله بعد ما نسمع حسام وأما برا. واتفضل يا حسام. حسام أنت دارس موسيقى؟ لا وانا يعني دارس حاجات برايفت كده، انما مش دارس في معهد او حاجه معينه يعني. بتدرس ايه؟ انا خريج هندسه.
هندسة. هندسة، مهندس ميكانيكا وبشتغل في الهندسة، والغنى هي يعني هواية. هواية عندك؟ اللي هي مش قادر استغنى عنها بجانب الشغل والدراسة اللي انا كنت بدرسها. يعني مشارك في اي فرقة موسيقية؟ مفيش، لا حاليا انا يعني بغني بشكل منفرد. كنت عضو في فرقة اوبرا اسكندرية لمدة 4 سنين، ولكن حاليا بغني بشكل منفرد. يعني توفيق ان شاء الله. توفيق يا حسام. بنرجع لضيفنا العزيز الفنان نبيل علي ماهر، ونرجع لتصريحك اللي قلناه قبل هذا الفاصل وقبل هذه الاغنية، ان حضرتك خدت قرار انك كفاية كده موسيقى تصويرية، وقلت لو استمريت اكتر من كده هتجيلي جلطة او ذبحة. صح. الله لا قدر، ربنا يديلك الصحة والعمر. وفي 2015 توقفت وبدأت رحلتك مع الدراما، يعني اسبابها التصريح. وهل فعلا الموسيقى والعمل الموسيقي والموسيقى التصويرية اصعب كتير من التمثيل؟ اصعب كتير جدا جدا جدا. اولا حجم الشغل كبير جدا، والوقت بيبقى مزنوق جدا، والكرييشن او الابداع بيتاخر، فبيبقى الضغط العصبي شديد جدا جدا جدا، والضغط بيعلى. يمكن مش عند كل الناس، بس انا بتكلم على حالتي انا. في ناس بتفن كده طبيعي، انا ببقى ولاده متعسره وضغط عصبي فظيع جدا، وعصبي ومجنون يعني. كنت خانق مع حد عشان بيقول لي صباح الخير، وكمان بتقول لي صباح الخير كده اهو، يعني حاله مرضيه يعني. ف وضغطي بيعلى وببقى متوتر جدا. فعلى ايه خدت القرار بقى؟ في 2015 تقريبا. انا حاسه انه يعني الفنان نبيل علي ماهر بياخد التمثيل بسلاسه قوي، صح؟ يعني انا وصلني الاحساس ده. بالراحه سيب نفسك. بمثل كده بسهوله جدا، ما في عفويه. الحمد لله. واحنا بنتكلم عن العفويه لازم نتكلم طبعا عن عم جميل وحاله خاصه. مسلسل من اهم المسلسلات. صحيح. شخصيه عم جميل اثرت جدا جدا في الناس، واكيد حضرتك اخذت بالك يعني من قد ايه الناس اتاثرت. أيوة. بالشخصيه عم جميل. بتعتبر انه حاله خاصه نقطه تحول في حياتك التمثيليه بشكل عام؟ مؤكد. انا لغايه دلوقتي بيوقفوني في الشارع عم جميل لحد دلوقتي، بيتصوروا معايا وبتاع، يعني اكتر دور معلم لغايه دلوقتي. هو بصي، غالبا انا متصور يعني ان الوجود المثل الاعلى او الشخص اللي الواحد بيلجأ له. صحيح. وينصحه ويبقى عينه، ده بنفتقده عموما. الحياه بقت خدت الناس في الشغل. صحيح. وفي حتى الاهالي نفسها ما بقتش موجوده تربي ولادها، بقت منشغله قوي في اكل عيش، واللي بيسافروا يسيبوا البلد خالص وبتاع. فاحتياج الناس ل نموذج زي عم جميل ده هو سر نجاح عم جميل. انا في اعتقادي. لا، والعلاقه كانت خاصه برضو بين بطل طبعًا العمل طه الدسوقي. طبعا طه الدسوقي اصله ممثل شاطر قوي قوي. بسم الله ما شاء الله عليه فعلا، ومتعودين عليه في الكوميدي، لكن لما شفناه في حاله خاصه لا، ده هو شاطر جدا في العموم يعني. لا، تقمص الدور بطريقه جميله جدا. ده هو كان كمان في واحنا ما بنصورش بيبقى بيفضل ماسك في الشخصيه، متقمص الشخصية عشان ما تروحش منه. فانا كنت في لحظه في الاول شاكك انه عنده اوتيزم فعلا، من كتر ما هو كان متقمص الدور بطريقه كويسه، وهو ما خدش الموضوع بسهوله. هو درس وراح التقى بيه، راح التقى بحد متخصص ودكتوره معينه، ووريته حد عنده اوتيزم قعد معاه، يعني الراجل اجتهد جدا واشتغل صح كما الكتاب بيقول يعني. فكرة المعرفة، يعني فكرة ان احنا نعمل عمل عن حالة التوحد، وانه الناس تشوف الناس اللي عندهم حالات خاصة برؤية مختلفة او بزاوية مختلفة، ان هم اشخاص طبيعيين عندهم حالات خاصة، يقدروا يبقى عندهم احلام، وكمان يقدروا ان هم يوصلوا لاحلامهم. انا عايز اقول لحضرتك انه اللي عندهم اوتيزم بيبقوا ساعات متفوقين جدا جدا، يعني اينشتاين مثلا كان عنده اوتيزم، يعني عايز اذكياء جدا. اذكياء جدا فعلا جدا. وعموما اي حد مش بعيد انه يبقى عنده مشكله ما، فلازم لكن ازاي يطلع احسن ما عنده، وازاي يتقبله، لازم المجتمع يعرف يتعامل بطريقه لطيفه. ونبعد التنمر، ده شيء سيء جدا عموما. المجتمع هو اللي عايز يتاهل عشان بالزبط. يقدر يتعامل مع ذوي يعني اي حد عنده حاله خاصه بالزبط. او احتياجات. وهو ده وظيفه الاعمال الدراميه، انها توعي الناس وتفهمهم ايه اللي المفروض يتعاملوا ازاي، مش بس في اللي عندهم اوتيزم. الاوتيزم ده حاجه بسيطه خالص، في امراض كتيره جدا. ازاي احنا نتعامل معاه، خاصه اصحاب اللي نقول القدرات الخاصه بالظبط، ازاي المجتمع يؤهل
عشان يتعامل انسانيا مع اصحاب القدرات الخاصه. هو كل ما يبقى فيه وعي، كل ما يبقى التعامل احسن وانضج واظبط، وهو ده وظيفه الفن او من اهم وظائف. احنا هنكون رايحين جايين مع حضرتك ما بين الدراما وما بين الموسيقى. بس عايزين برضو في حته الموسيقى يا خالد، عايز اتكلم عن استخدام اغاني فرقه المصريين. فرقه المصريين من اهم الفرق في تاريخ مصر، ففكره استخدام النوستالجيا انه يتم يعني استخدام فرقه اغاني المصريين في المسلسل، دي عملت حاله نوستالجيا عند اجيال اتربت على اغاني المصريين، وعملت حاله انه الاجيال الجديده كمان عايزه تسمع اغاني المصريين. هو ده كان حاجه موفقه جدا جدا. صحيح. من صاحب القرار، يعني ايا كان هو مين بالظبط، المخرج ولا المؤلف ولا منتج ولا من، انا مش عارف الحقيقه، بس هي كانت حركه يعني موفقه وعملت جداً. حاله لانها زي ما حضرتك قلتي، الناس اللي عاصروا المصريين حصل لهم نوستالجيا جامده جدا مع، وافتكروا بقى الاغاني وايام زمان وبتاع، والجداد ابتدوا يتعرفوا على حاجه ما كانوش عارفينها. حتى طه دسوقي هو نفسه هو مش من جيل اللي شاف المصريين. عارف يا ان لما طه سرد تاريخ الفرقه واهم اغانيها، مؤشر البحث في جوجل وغيره زاد بنسبه كبيره جدا، لان الناس القدام نوستالجيا، والناس الجديده الاجيال الجديده عاوزه تعرف هم فين. بالزبط. فعملت حاله رائعه. لا الحقيقه حركه موفقه جدا زي ما بقول. تمام. طيب انا عاوز ارجع بقى برضو للموسيقى الخاصه بالفنان نبيل علي ماهر وانضمامك. انا كنت رافض في البدايه انك تلعب موسيقى عربي، كنت مندمج وحابب قوي الغربي لغايه ما جت الفور ام، والفور ام لها قصه بقى جميله لانها كانت في اعقاب هذه القصه وانضمام حضرتك مع الراحل العظيم الجميل الدكتور عزت ابو عوف والفور ام اللي منهم الدكتوره ميرفت ابو عوف اللي بعد كده هتكون زوجة حضرتك. أيوة. استاذ الاعلام بالجامعه الامريكيه، بنوجه لها كل تحيه وتقدير. كان لنا الحظ ان احنا نسجل معاها السنه اللي فاتت في هنا ماسبيرو برضو نتكلم على الاعلام ودوره. انضمام حضرتك، قصه انضمامك بقى وشغلك مع الفور ام. انا كنت بشتغل في الاخر مع لبتيشا، وبعدين سبت لبتيشا وقابلت محمود الكناني الله يرحمه، كان هو رئيس فرقه الكاتس في محطه بنزين عند مجلس الدوله اللي ورا بيتنا الساعه 3 الصبح. اخبارك ايه يا نبيل وبتاع، وحشني بتاع، انا سبت لبتيشا، طب تعالى العب معانا في الكاتس. فروحت الكاتس. انا يعني انا دايما بقول لو ما كنتش بحط بنزين الساعة 3 الصبح ما كنتش اتجوزت مراتي، ما كنتش هروح الكاتس واتعرف بالفور ام وبعديها بخمس سنين. هي اقدار هي الواحد ساعات كده القدر بيوديه في حتت. انا ما كنتش عايز العب عربي اياميها، وبعدين استظرفتهم بقى ولقيتهم لطاف فاشتغلت معاهم يعني، وسافرنا تونس في علاقتنا توطدت جدا، وفي السفر بيبانوا الاشخاص على حقيقتهم. هم كانوا لطاف جدا ورائعين. وشاء المولى بعد خمس سنين بقى ان انا اتجوز. بعد خمس سنين ده مده طويله يعني، مش على طول. احنا كنا اصدقاء جدا اصدقاء، بس ما كناش يعني مش بوي فريند وجيرل فريند يعني. اصدقاء زمايل وكده. وبعدين بقى قلبت. يعني هل الصداقه مهمه في العلاقات الزوجيه؟ احنا عايزين طبعا يعني من خلال يعني لقائنا مع حضرتك ان احنا نعرف روجيتا بقى لنجاح العلاقه الزوجيه. انا اعتقد انه اي واحد وواحده بيتعرفوا على بعض بنيه انهم يبقى في بينهم علاقه خاصه بيبقوا مش بيكذبوا بس بيتجملوا لا اراديا يعني. كل واحد بيحاول يبين احسن ما فيه، بيخبي الحاجات الوحشه. في الصداقه لا، في الصداقه كل حاجه واضحه. صحيح. وبالتالي لما بيتبني عليها لما بتتحول بقى الصداقه لحب ما بيبقاش في اي حاجه مش معروفه او حاجه مش باينه او مستخبيه. فالحب هنا بيتبني على حاجات. صحيح. سليمه وقاعده قويه، وبالتالي هو ده ما من على عكس بقى الحب من اول نظره. على عكس الحب من اول نظره طبعا. فالحكايه دي انا متصور انها من ضمن اسباب طبعا التوفيق. طبعا التوفيق من عند ربنا افتر اول يعني، من بعد اولا واخيرا. بس صحيح. بس المنطق بيقول كده انه العلاقات الصداقه لما بتتحول لحب بتبقى قويه، وبتستمر مبنيه على طيب. طب دكتوره ميرفت ايه رايها في التحول بقى للتمثيل؟
لا هي رأيها إيه؟ بتشجع؟ ميرفت من أكبر المشجعين ليه عموماً. عموماً في الموسيقى, في التمثيل. تمام. أي حاجة لو قلت لها هعمل أي حاجة هتشجعني. طب حاجة تحب تقول لها إيه دلوقتي؟ يعني عاوز حاجة توجه لها رسالة كده على دعمها وتشجيعها لحضرتك الفترة اللي فاتت. هقول لها إن أنا أمي كانت بتدعي لي جداً جداً الله جداً الله جداً الله جداً عشان أنا كان ليا الحظ إن إحنا نتجوز. الحمد لله احنا بقالنا 39 سنه ما شاء الله ما شاء الله صحيح ربنا يبارك يا رب الحمد لله. طيب قول لي, بما ان حضرتك مرحله الفرق ام دي مرحله مهمه وترتب عليها زواج العمر, نجم الفرق ام الدكتور عزة ابو عوف طبعا كان له صفات جميله جدا, هو كان محبوب وله شعبيه كبيره جدا يعني كممثل كموسيقي كمذيع يعني هو كان متعدد الجوانب. الله يرحمه. ايه اهم حاجه كانت بتميز الدكتور عزة ابو عوف ونقدر نقولها دلوقتي ونبعت له تحيه لروحه ان شاء الله؟ هو عزة الله يرحمه كان شخص جميل جدا 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 ولطيف جدا وحبوب للغايه صحيح يعني. فكل اللي اشتغل معاه وعاشره يعرف الكلام ده وعارف قد ايه هو كان يحتوي اي مشكله وبحب كده وبطاقه كان رهيب الله يرحمه كان هايل. واحنا كنا اصحاب من قبل الفور ام يعني بصفه ان احنا موسيقيين زي بعض يعني وكده. هو لما مشي من بتيشه انا رحت مكانه فنعرف بعض من زمان يعني. وهو لما قلب الموضوع ان احنا عايزين نتجوز وكده وطلعت قلت له, هو قال ميرفت يعني انه نبيل ناوي يعني حاجه توجهت في البدايه. انا اول ما قلت لها بندخل نطرق البيوت من ابوابها زي ما بيقول صعيده. صعيده ايوه انا كنت بوصلها ولما اتكلمنا في الموضوع بقى ان احنا بنحب بعض وبتاع ساعتها طلعت قلت لعزة على طول. كان رايه ايه او استقبل الموضوع ازاي؟ هو قدامي كان لطيف يعني وما فيش اي مشكله, بس لما مشيت بقى قال لها هو نبيل لطيف وابن حلال وعايز يتغير بس هو مش هيتغير. طب ايه اللي كان شايفه مش هيتغير؟ ايوه بالظبط. اكيد في حاجه بقى العصبيه. لا انا كنت لاعبي فمش بتاع جواز يعني وفي وجهه نظره يعني وكده. بس بعد اتغير ولا ما اتغيرش؟ لا اتغيرت جدا. هو طبعا الحمد لله هو نفسه اعتذر لي بعد كده قال لي انا بعد زواجي اعتذرنا خالص. وبعدين قال لي ان هو يعني ما انا عرفت كل حاجه بقى هي قالت لي وبتاع, فقال لي لا انا كنت غلطان وبتاع ما شاء الله عليك وبتاع وتمام. بس هو وافق يعني هو ما اعترضش وكده. بس هو بينه وبينها قال لها انه يعني قال لها رايه كاخ ان هو مش واثق ان انا هقدر اتغير يعني. جميل. بس انا اثبت اني غلطان. صحيح. ايه اللي بيميز فرقه الفور ام من وجهه نظرك؟ فرقه الفور ام اولا الفرقه نفسها الكاتس دول متربيين في بيت عزت يعني اصحاب من هم صغيرين وبيلعبوا مزيكا مع بعض وبتاع, وكانوا البنات صغيرين وخصوصا منال وميرفت لان هم الفرق بينهم هم الاصغر فكانوا اطفال صغيرين كده 4-5 سنين ودول الفرقه بتوع اخوهم ومتربيين عندهم في البيت فيعرفوهم. الموضوع عائلي يعني يعني مش بس مجرد ان اخوات واخوهم, الفرقه كلها كانت ما عدا انا الوحيد اللي جيت على كبر يعني انا ما كنتش في الكاتس من بدري, فانا الوحيد اللي جيت من بره وانا الوحيد اللي اتجوزت واحده منهم. طيب بعد الرحله دي الطويله عندنا حاجه فقره؟ احنا هنسمع حسام ونرجع مره تانية نستكمل حوار. خلاص عندنا كلام كتير لسه. شكرا يا حسام. عاوزين نرجع ونتكلم شويه تاني برضو على الفرق ام, لان احنا من شويه اتكلمنا عن المصريين وقلنا انها كانت فرقه مهمه جدا في حياه جيل كامل. فرق ام برضو كانت عامله حاله خاصه. واتمنى ان في اي اعمال دراميه قادمه ان يتعرضوا ليها ولو كده يعني بالاشاره زي ما تعرضنا في مسلسل حاله خاصه للمصريين, لان كلنا بنحن للاغاني دي وفتره كانت رائعه. كلمنا عاوزين نتكلم شويه اكتر على فرق ام وتاثيرها واهم شيء قدموه. يعني الفور ام كانت فرقه ناجحه جدا 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 جدا, وخصوصا يعني الناس يمكن ما تعرفوش انه نجاحها في الوطن العربي كان قد مصر 10 مرات. نجاح مش هتصدقوه. كان في شعبيه كبيره بقى مش خارج كان شكل مختلف خالص. شوفي هو الفرقه اسريه يعني بالظبط يعني اسريه جدا,
فالعلاقه بينهم كانت لطيفه جدا، ويعرفوا بعض ان هم عيال صغيرين فكانت الاجواء عموما متميزه جدا جدا جدا. انا الوحيد اللي كنت جاي من بره يعني. لا انت خلاص بقيت عضو اساسي بعد كده. بعد كده بس انا ضايقتني حكايه ان انا مش اساسي دي، ان انا جاي قلت بلازم ابقى اساسي. فهم لا هم الحقيقه لطاف جدا جدا جدا، والعلاقه كانت قويه جدا، والنجاح كان جامد جدا 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 في مصر وفي الدول العربيه. قدوا بقول لحضرتك 10 مرات. ولغايه دلوقتي لما بنسمع الفور ام ونشوف الفور ام بياخدنا الحنين ان هو كان لون لطيف، وهم كانوا متوائمين وجمال مع بعض، دكتور عزت واربع بنات حلوين وفي تناغم. واللي بقول لحضرتك الفرقه كلها متربيه في البيت، فهم كلهم كانوا اسر، عاملين جو اسري، كانوا عاملين جو اسري كده لطيف يعني. ايام جميله. ايه اهم الاعمال اللي عملوها وحضرتك فاكرها؟ اهم الاغاني، هل في حاجه معلقه في ذهن حضرتك؟ عملوا لا عملوا حاجات كتير قوي، بس طبعا انا ذاكرتي وحشه، بس الوالة ده مثلا. الوالة ده جميل. الليلة الكبيرة عملوها، صحيح. يعني صلاح جاهين والسيد مكاوي الله يرحمهم، واغاني كتير قوي. ازاي شايف يعني فكره بقى تطور الفرق؟ بتشوف التطور ده مع الفرق الشبابيه اللي احنا شايفينها ازاي؟ شايفها ازاي؟ هل ناجحه زي الفور ام والفرقه المصريين؟ لا هو ما يعني انا طبعا مش متابع قوي بصراحه، بس ما اعتقدش ان في حاجه. بصي هو كل زمن له طريقته يعني. اكيد. كل زمان يمكن كان زمن الفرق دي لما ظهرت كانت عاملة حالة مختلفة. دلوقتي بقت عادي يعني، موجودين من زمان، فما بقتش الغربال له شدة، ده ما بقاش له شدة يعني. إنما زمان المصريين طبعا والفور ام والجاتس ويعني كان فرقة كده، والأصدقاء طبعا عمار الشريف، الأصدقاء طبعا دول كانوا مهمين جدا في الفترة دي، لأن هم كانوا البايونيرز يعني، هم أوائل الفرق. طب واحنا بقى في العيد ما اتكلمناش عن ذكرياتك في العيد، تحب تقضي العيد ازاي؟ انا بحب اسافر في العيد، ابعد عن القاهره، اروح اقعد في مرات. ما تحبش بقى نروح سخنه مثلا في العيد عشان تبقى زحمه، فعندنا دايما مشكله في. تحبوا تروحوا فين؟ لا احنا بنروح سخنه دايما، بس مراتي بقى بتاخرني، ما بتروحش اول يوم العيد، ما بتحبش الزحمه. تحبش زحمه مراتي، تحب تقعد على البحر اكتر مني، والعيد بيبقى زحمه جدا، فما بتبقاش عايزه تروح البحر، فما بتبقاش عايزه تروح. انا ما تفرقش معايا اروح البحر ولا ما اروحش، مجرد التغيير بيبقى لطيف. صحيح. فهي دي بقى الخلاف الوحيد اللي بيننا. طيب هل واحنا يعني الوقت جرى، ما حضرتك دايما بيقولوا الوقت الحلو بيمر بسرعه، ما فيش حنين للرجوع للموسيقى يعني دلوقتي؟ احنا من 2015 الفنان نبيل علي ماهر خد قرار كفايه موسيقى تصويريه ونتجه للدراما. هل ما بتحنش دايما الواحد اللي بيحن للحاجه اللي بيحبها؟ وانت بتحب الموسيقى جدا، دي حقيقه. انا بحب الموسيقى طبعا، بس احب اسمعها بقى دلوقتي. لا ما فكرتش انك في حاجه تشدك فتعمل لها موسيقى تصويريه؟ لا الحقيقه مفيش حد بيغريك اليومين دول انك تعالى اعمل معانا كده؟ لا في ساعات بتعرض عليها حاجات، بس انا برفض يعني، لانه صحتي ما بقتش تستحمل الشد العصبي. الستريس الستريس ده بيبقى جامد جدا. طيب احسن بقى، كفايه انا عملت الحمد لله 44 فيلم بسم الله. يعني من الافلام المهمه اللي عايزين نتكلم عنها مرجان احمد مرجان مع النجم الكبير عادل امام. ده كان من احلى الافلام، والموسيقى التصويريه فيه كانت جميله تحفه. انا يعني عملت ودادة دودي وعمر وسلمى عملت شويه افلام مش بطلة. عمر وسلمى 1 و2 و3 والناظر وعبود على الحدود، افلام الثلاثه بتوع علاء ولي الدين الله يرحمه، المعز، ثلاثه انا اللي عاملهم. افلام كتيره يعني. انا عايز اقول ان الموسيقى التصويريه قد ايه مهمه في اي عمل سينمائي، بيبقى زي الجسر اللي بيخلينا احنا كمشاهدين نحس باحساس الابطال من غير ما يتكلموا. هل شايف انه الفن ده واخد حقه؟ يعني هو في ابس اند داونز يعني، في اوقات بيبقى واخد حقه جدا، في اوقات بينزل شويه بيتراجع، وفي اوقات يرجع تاني. طبعا ايام العظماء الثلاثه او الاربعه اندريه رايدر وعلي اسماعيل وفؤاد الظاهري، دي كانت البدايه، دي الفتره الذهبيه الاولى طبعا، اللي كلنا خدنا بالنا من اهميه الموسيقى التصويريه، انها لها دور وظيفي غير الابداع. يعني مفيش حد في الدنيا من جيلنا ما يعرفش اول ما يسمع موسيقى مثلا دعاء كروان على طول يعني. اندريه رايدر كان
علامة من العلامات المميزة جدا. بعد كده حصل نوع ممكن مع النكسة ابتدت ال 67 يعني ابتدى الموسيقى تتراجع، وزي ما كل حاجة تراجعت يعني، وحتى الأفلام بقت تتعمل في بيروت وبقت أفلام أولاد، لكن هي في الأساس لها دور وظيفي مع الإمتاع. طيب لو احنا بننهي حلقتنا ولقائنا دلوقتي بكلمات من حضرتك، كلمات في العيد لأسرتك لجمهورك، يعني المجال مفتوح لحضرتك. أنا بتمنى مش بس بتمنى، أنا شايف ومتأكد من أن الأيام الجاية أحلى بكتير، وانتظر مصر مستقبل الله. جميل جدا جدا جدا، وإحنا هنكبر قد كده 100 مرة لأننا نستحق، ونرجع تاني شعب مصر الأصيل الجميل اللي يمكن الظروف شوية عملت بعض التأهيرات اللي مش جميلة، بس لما الظروف هتتحسن الناس كلها هترجع تاني جميلة زي الأول. أنا حابب قوي يعني نبرة التفاؤل اللي عند حضرتك، وحلوة قوي نبرة التفاؤل ده في عيد الفطر المبارك. يا رب إن شاء الله الخير كله لمصر، يا رب الخير كله في لمصر وفي مصر بإذن الله. احنا سعدنا جدا أنا وزميلتي عواطف بالسعود باللقاء مع حضرتك، لأنك بتتكلم معانا زي ما بنشوفك ببساطة جدا، بتعمل أدوارك بسلاسة طبيعية جميلة جدا. سعيد بكلامك عن ذكرياتك، عن لقائك بشريكة حياتك الدكتورة ميرفت، حديث برؤيتك المتفائلة للمستقبل، وبنشكرك وبنتمنى لحضرتك كل خير وسعادة، وتقدم لنا أدوار حلوة تعلم مع الناس أكتر وأكتر في الفترة القادمة. متشكر جدا يا فندم، متشكر خالد. عواطف كنت سعيد بالوجود معك النهاردة، أعتقد إن احنا يعني قدمنا للسادة المشاهدين يعني سهرة لطيفة، أتمنى إنها تحوز على إعجابهم. بشكرك يا خالد طبعا، وبشكر الفنان نبيل علي ماهر، وبشكر كل السادة المشاهدين، كل سنة وأنتم طيبين. بنشكر الفرقة اللي كانت معانا وحسام. وأعزائي المشاهدين، إلى لقاء جديد وأسرة جديدة من أسرة التلفزيون المصري، لكم منا أرق التحيات وأطيب الأمنيات.